طلابنا المبتعثون قد ينشغلوا بأداء رسالة علمية أو ببحث أو بمحاضرة أو يذهب في السوق أو ما شابه ذلك، وقد تحضره الصلاة، فيتساءل أين أصلي؟ هل لا بد أن أصلي في المسجد وقد يضيق وقت الصلاة ويخرج وأنا لم أصلي؟ نقول الحمد لله، شريعتنا سمحة، يجوز أن تصلي في أي مكان ما عدا بعض الأماكن التي منعت منها الشريعة الإسلامية. فمثلا يمكن أن تصلي في السوق، تصلي في الطريق، بشرط ألا تؤذي الناس وألا تصلي في مكان فيه من التصاوير أو فيه من الملهيات التي تلهيك عن الخشوع في الصلاة.